بسم الله الرحمن الرحيم. شباب مصر الجميل والعظيم، اسمحوا لي طبعا يعني في البداية ان انا انقل ليكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته ليكم ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق في هذا الحدث العالمي الكبير. والحقيقة يعني شرف ليا وفخر ليا ان انا اكون موجود معاكم النهاردة وأشهد معاكم التمرين الختامي قبل انطلاق فعاليات البطولة بكرة إن شاء الله. واللي عايز أقوله لكم يعني بمنتهى الأمانة، إحنا كدولة وكشعب مصري يعني منتظر منكم كتير قوي، ويمكن العبء اللي عليكم يعني المسؤولية اللي عليكم موجودة طبعا بحكم إن البطولة بتتنظم هنا على أرض مصر، والحمد لله الدولة لم يعني تدخر اي شيء عشان تظهر البطولة دي بافضل تنظيم ممكن على مستوى العالم، ونفاخر بيه كل دول العالم، لان الحمد لله البنية الاساسية اللي اتعملت والتنظيم اللي اتعمل الدولة المصرية يعني ان شاء الله ان شاء الله البطولة دي تخرج على افضل ما يكون وتكون من افضل البطولات اللي تم تنظيمها على مستوى العالم. فده بيفرض عليكم عبء كبير، وهو عبء اسعاد الشعب المصري. والشعب المصري طبعا يعني زي يمكن الظروف اللي احنا فيها النهاردة مع ظرف طبعا كورونا والوضع اللي هو خالق طبعا يعني نوع من الضغوط النفسية على كل العالم مش على مصر بس، بيخلي الناس كلها نفسها حاجة تفرح بيها وتتلم حواليها. فالحقيقة ده مسؤولية وعبء عليكم ان شاء الله في خلال المرحلة الجاية، وانا عندي كل ثقة ويقين بإذن الله، لان انا عارف كويس قوي يعني رجال لعبة كرة اليد في مصر طول عمرهم من فترة طويلة الحقيقة، وهم دايما مصدر فخر واعزاز لمصر والرياضة المصرية، ودايما بتحقق كرة اليد المصرية يعني انتصارات هائلة. لسه كان قريب الامس القريب خدنا يعني بطولات كاس عالم، ويعني فان شاء الله ان شاء الله عندنا امل كبير جدا جدا فيكم، وربنا يوفقك يا رب. وعايز اقول لكم ان احنا كلنا يعني في ظهركم ومعاكم، وبندعي لكم وبنتمنى لكم يا رب كل نجاح وكل توفيق، ويعني مره اخرى يعني كل تمنياته ليكم يا رب بالنجاح، وان شاء الله ترفعوا راس مصر عاليا في هذه البطوله ويكون حدث تاريخي حقيقي يعني نفاخر بيه العالم كله، سواء في التنظيم او كمان في تميز الفريق المصري في هذه البطولة الكبيرة بإذن الله. ربنا يوفقكم إن شاء الله، وبإذن الله نكون معاكم بكرة على خير، وتبدأوا يا رب مشواركم بكل نجاح، وربنا معاكم إن شاء الله. شكرا يا جماعة، شكرا.